تلعب النمسا، والسويد تلاقي نيجيريا صاحبي الفوزين الكبيرين. يعني كرة لصالح المنتخب الإيراني على مشارف منطقة الجزاء، حاول التصويب من بعيد، هدف رائع، هدف رائع، وكلمة السر الإيرانية التصويبات الصاروخية الكريمة في الشباك الكندية. لاحظ التصويبة الصاروخية، لاحظ النقلات الإيرانية وصلت باتجاه كريمي، صاروخية على يسار عارف المرمى كارتوتشي، هدف أول في هذه المباراة. مجموعة من اللمسات الجماعية كانت تهادف أمام كريمي، أطلقها صاروخية كما يجب في المكان السليم في المكان الصحيح، هدف أول رائع لصالح المنتخب الإيراني. المنتخب الكندي وثاني ركنية في هذا اللقاء عموما، كما نتابع على الصورة ثلاث ركنيات إيرانية، ركنيتين لكندا. عرضية بوكاي من جديد، خطيرة، فرصة كبيرة، والتعديل مبكر عن طريق هاملتون. هاملتون ليأتي الهدف الأول للمنتخب الكندي، هدف التعادل. لاحظ خروج غير موفق أبدا من حارس المرمى من مهدي أميني، يستغل الفرصة هاملتون، تهادت أمام الكرة، هيأها باليمنى، صوبها باليسرى، وعلى القائم الأيمن ارتدت وتحولت باتجاه المرمى الخالي باتجاه الشباك الإيرانية، هدف التعادل.